السعداء بان المهرجان كيعرف واحد التنوع على مستوى الموسيقيين او الفنانين اللي مشاركين معنا. معنا واحد الفنانه اللي عندها عده مشاركات في عده مهرجانات في المغرب وبحال في مهرجان سيدي يفني لعبات في الدوره الاولى في مهرجان كانكا. وحده اللي كتعمل بزاف من اجل انها تبين الفن الكناوي النسوي على صعيد سوس ماسة. بغيت الجميع ترحب معنا بالفنانه الكبيره والفنانه الكناويه رجاء تيتيمبا. تحت السيخات ديالكم